وفي إطار متابعتنا للاحتفال بالذكرى الثامنة لافتتاح قناة السويس الجديدة، تنضم إلينا هاتفيا الدكتورة زينب نوار أستاذة الاقتصاد بالجامعة البريطانية. دكتورة، في إحيائنا للذكرى الثامنة لافتتاح قناة السويس الجديدة، في رأيك إلى أي مدى ساهم هذا المشروع الضخم في توفير خدمات متميزة للملاحة وزيادة حركة التجارة الدولية؟ طبعا هو المشروع اللي بنتكلم على قناة السويس الجديدة ومجموعة التوسيعات اللي تمت ونقول ايه الاصلاحات اللي تمت او الريفورم اللي تم بالنسبة لطريقة اداء الاعمال كمان في قناة السويس او حتى في المواني المصرية. طبعا هو احنا عايزين نبقى يعني لما حصل مجموعة من المشروعات اللي حصل نتج عنها مجموعه من نقول زياده العمق او التوسعات وزياده العمق، فده ساهم ان يكون في حاويات كبيره الحجم تقدر تعبر قناه السويس. بالاضافه طبعا ان التطوير اللي تم سمح ان يكون في نقول فلو اكثر من اعداد السفن بتتحرك في القناه. برضو لو بنتكلم في مجال تقديم الخدمات اللي ليها نقول ذات القيمه المضافه او الفاليو ادد سيرفيسز من حيث الامداد بعائد الوقود، عمليات الصيانه من قبل هيئه قناه السويس للسفن او الحاويات اللي بتمر او تعبر من قناه السويس. طبعا كل ما حضرتك طورتي هذا المعبر الهام، كل ما زودتي الخدمات وخليتي جوده الخدمات افضل، كل ما اديتي برضو نقول حزم تشجيعيه او بتدي نقول مجموعه خدمات ليها قيمه مضافه باسعار جيده، فده بيكون اكيد بيحقق عائد اكثر للقناه. صحيح، يعني بالحديث عن العائد اكيد الارقام لها مدلول، القناه حققت اعلى عائد لها يصل لنحو 9.4 مليار دولار خلال السنه الماليه 2022-2023، هل في يعني هذا الرقم انعكاس للمشاريع والتحديثات التي تنفذ الان في قناه السويس؟ طبعا حضرتك كل ما بتطوري المعبر وكل ما بتزودي الخدمات او جوده الخدمات المقدمه، ده بيكون شيء تحفيزي للسفن انها تعبر. انا عايز اقول برضو ان كده السفن هتعبر، لان قناه السويس كمعبر مائي هام بيربط ما بين الشرق والغرب، بيربط كمان احنا ما نقدرش ان احنا نغفل ان ازمه روسيا واوكرانيا وان بقى منطقه البحر الاسود بقت غير امنه بالنسبه لعمليه العبور والتجاره، فبالتالي اصبح ان بقى من المهم جدا ان اسيا الدول الاسيويه بتتحرك التجاره اكثر للفلو للوصول لاوروبا. الخريطه العالميه وتحركات التجاره ما بين المناطق المختلفه في العالم اتغيرت، وده جه في صالح قناه السويس. هي قناه السويس كمعبر مائي هام، كده السفن بتعبر، معبر مائي امن، خدمات، لكن الظروف العالميه والازمه العالميه خدمتنا اكثر. نضيف لكده طبعا عمليات التطوير اللي تمت في المعبر نفسه، فكل ده اكيد هو اللي ساهم في زياده العائد لقناه السويس. اشكرك دكتوره زينب نوار استاذه الاقتصاد بالجامعه البريطانيه.